انا قهوة قلت لك صباح الله جديدة شالوا فيه الويفي مزيان ولا لا؟ باش شادية مات بالكليل لا السينا سبات فوالا حرارة الواتي بالي الواد ناش ودناش من غندوزو ها سلي قنطرة ما سالانيش انا كتكون الشكل الواد كيكون عامر وما كانش حتى ما تيعمرش اخاوي ماشي بحال داك الواد كيقول لي زين دين كاين الحرارة دي هذيك اللي هي كبيرة ما قصات كون الفراخ غنصور كنت راه قالك الثمن ديال مش الثمن ديال تقريبا ثمن واحد سعال هذا هذا العشية وباقي الصهد ما تمشي لك تكون واعرة ديال العشية ديال الخريف ديال الوقت الليالي شي حاجة ديال الصيف هذا هو بن قريب دائما تكون فيه الحرارة بزاف وقت الصيف ولا وقت الخريف ولا طاكسيات فيه زرقين طاكسيات زرقين ديال بن قريب كاين واحد اخر تاهو جاي من هاد الشيء ياليش؟ شو هذا الواد هنا كيتلاقاو هنايا دو ديال الشايبه تيجي من هاد الجهه كيتلاقاو في هاد الجهه بقى مع هذا اللي هنا دوزو كيدوزو وقت الشتا وقت الشتا كيدوزو المسجد القديم هذا من اقدم المساجد في بن قريب انت بقى لي عياد ياك هذا عياد اقدم المساجد في المغرب في بن قريب ها ني جستي سنه اكبر من لا هذا قديم حتى هو ديال بن قريب في ذاك بحال داك اقدم المساجد في بن قريب قديم تاعو عندو تاريخ تاعو القاضي عياد أقدم المساجد كيبان لي كيفاش من ليش وين هاد الدخيلات؟ هاد المزرعة زوينة هنا في بن كريرس
الزيت. هو حتى هو ها كيف حتى لهنا او قعد تيسامل حتى يطلع حتى الفوق حتى الفوق كتشيب. الحدائق تما زوينة بالزريدة هنا كتعمر صارعين ديال البنكريل زوينة كاز زريدي زوين ديال البنكريل لاخاص الناس كيعيشو ها بزاف لا كبير شوية كاين شي معضله تي كيطلع الفوق بحال داكشي ياك كبيره شويه هي الشارع الرئيسي هذا اللي كيجي في مراكش منتزه القليل منتزه ولكن الوطن مسدود محابسينو قديم هذا هنا راه ماشي 20 عام كثار عندي شي مشكله هذوك المواطنين على الطريق محابسينو ها ويلي تلقي في الشوكه